كان رامي ربيعه برضو بيأدي يعني من اللعيبه طبعا اللي انا بشكرها طبعا على روحها، وواحد من الناس اللي كباتن فعلا النادي الاهلي الحقيقة. لا لا فعلا شخصيه أيوه. جميله وشخصيه فعلا فيها ريحه النادي الاهلي فعلا يعني، لانه متربي في النادي الاهلي يعني. كان برضو قعد فتره برضو رامي كان ما بيشاركش بشكل كبير، وحتى فكر اللي هو حتى بين الدورين يا كابتن اللي هو كان عنده فرصه اللي هو كان يروح المقاولين. اتكلمت طبعا معاه وقلت له لا بالعكس انت هنا في النادي الاهلي. في المقاولين والاسماعيلي اعتقد. اه ده كان يعني مثلا يعني ساعات معينه كان ممكن يروح النادي المقاولين يعني. كلمته وقلت له بالعكس لا الراجل فعلا بيثق فيك جدا وعارف قدراتك وعارف ان انت لعيب كبير وكابتن من كباتن النادي، ان شاء الله هيكون ليك دور كبير الفتره اللي جايه. فعلا رامي اخذ فتره كبيره، كان من اللعيبه المؤثره جدا في الفرقه وادى اداء مميز جدا يعني. فالحمد لله دي الحاجات اللي بتدي برده ثقه، وانت عارف اللعيبه دايما بتتكلم مع بعض لما بيحصل حاجه مشكله حتى مع اللعيبه الكبيره يعني. وليد سليمان وسعد سمير بالمناسبه بقى حابب يعني اديهم حقهم، لانهم من الناس اللي فعلا من اسباب نجاحات النادي الاهلي فعلا يعني. الناس اللي بتعمل اجواء ايجابيه جدا في اوضه اللبس، بيعملوا دورهم على اكمل وجه يعني، سواء لاعب بقى ما لعبش. حضرتك عارف طبعا وانت كنت لعيب كبير ان اللعيبه الكبيره بتبقى في اوقات برضو لما ما يكونش بيشارك بشكل مستمر بتأثر عليه يعني، لكن هم ناس بجد يعني أدوا دورهم بشكل إيجابي جدا، كانوا سبورت للراجل والنادي وفعلا فعلا يعني كباتن من كباتن النادي الأهلي يعني. فبشكرهم طبعا على الجهد اللي هم عملوه ده. أنا عايز